نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي افتتاح فعاليات النسخة 27 من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا الشرق الأوسط وإفريقيا كايرو ICT 23. وخلال فعاليات الافتتاح أكد رئيس الوزراء الأهمية التي يحظى بها قطاع تكنولوجيا المعلومات ضمن أولويات أجندة الدولة، لافتا إلى الحرص على مواكبة تطور أدواته وتطبيقاته لإدراك تعاظم دوره وتأثيره على مختلف قطاعات التنمية. وعقب الافتتاح قام رئيس الوزراء بجولة موسعة بعدد من أجنحة المعرض، تضمنت أجنحة البنك المركزي المصري ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم، فضلا عن جناح شركة آي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.